وغنوا وينك يا الله، راح تغنوا كثير وينك يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للشعب السوري البطل والحكومة بقيادة سيد البشار الأسد. أنا إيراني أتكلم بالعربي بس عربيتي ضعيف، ومواساتي لكم والشعب البطل السوري. إن شاء الله إن شاء الله أكبر انتقام هو تحرير إدلب، وإن شاء الله قريب إن شاء الله قريب. هذا أكبر انتقام من هذا العملية النذلة الخونة الإرهابيين الفاسدين، هو أكبر انتقام منهم وتحرير إدلب إن شاء الله. إن شاء الله أخي الكريم، تحياتنا لك وللقيادة بإيران وللشعب الإيراني وللجيش الإيراني البطل. والله يحفظكم والله ينصركم. امتزج دمه بدم مع دم الجنود السوريين الأبطال. تحياتنا لكم. تحياتنا للقائد الخميني البطل. الله يسلمكم الله يحفظكم. سامحوني يعني بالعربيتي مو هالقد، بس يعني احاول ان شاء الله اتواصل معكم. خليك موجود الشباب اللي بيحكوا معك. الله ينصركم الله ينصركم. حياكم الله اغا. الله يسلمك. وجاي فارسي حياكم الله. جون حياكم الله. وجاي بلد الصوبات حياكم الله. شما بالي ممنونه من دار خدماتنا هسه مديد. من قسم بخدا سختي انتقام، قسم بخدا سخت انتقام إن شاء الله بإذن خدا بياري خداوند سبحانه وتعالى إن شاء الله شدیدترین انتقام میگیریم. من به زبان عربی گفتم بزرگترین انتقام از این ارهابی ها، از این تروریست های بی وجدان بی همه چیز، آزادسازی ادلب إن شاء الله إن شاء الله. زمن اضرب و اهرب ولا إن شاء الله الرد. خلاص اهرب. حياك الله. صاع صاعين إن شاء الله. اسمك شي أغا؟ من سيدان بمن مجان سيد. أنا سيد كافي. خليك عم تكبسو. حياكم الله. من خلوات جناب آقای ابو خضر رو دنبال میکنم، کاراش دنبال میکنم، تایید میکنم و واقعا لذت میبرم از این که میبینم شیرمردانی مثل ابو خضر هستند، مثل شما بزرگواران که از مملکتتون با جان و دل دفاع میکنین هر کجای دنیا هستین. اترجمه بالعربی اقول انی من المتابعین ابو خضر العزیز و احیی و تحیاتی من قلب اله و اشوف مثلك و امثالك موجودین لحد الان و بقوه موجودین و يدافعون عن بلدهم و على دینهم و مكتبهم. والله يحفظكم والله ينصركم، واحنا منصورين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تحياتنا الى القائد الخميني المفدى. خامنه يا اخي الخامنه من القابله بشار الاسد البطل، رهبر الرهابره. بشار الاسد رهبر الرهابره، قائد القوات، القائد الاعلى. القوات. الله يحفظكم. حياكم الله اخي. حياكم الله. شرفت. حياكم الله. الله يسلمكم. واحنا بصفكم واي خدمه اكو احنا بخادمين لكم. الله يسلمك خادم ربك. خادمين لكم ان شاء الله. حياكم الله سيد. بارك الله فيك. شرف ابو بسام الصفدي. شرف. نورت اخونا وشقيقنا وتاج راسنا وحبيب قلبنا. نورت. تحياتنا لايران الشقيقه والحبيبه الجمهوريه العربيه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. تحياتنا لكم. تحياتنا لوفائكم. الله يرحم شهدائنا وشهدائكم. والله منصورين بعون الله، منصورين باذن الله. تحياتنا للجميع عنكم. وتحياتي لكم. ومعك مراسل ايران كمان، وانا مراسل ايران من الجولان المحتل. ان شاء الله تحرير جولان ان شاء الله ان شاء الله. ما باقي شيء. ان شاء الله بنشوفكم بالجولان. سيد القائد قال ما باقي شيء ان شاء الله، هم في زوال ان شاء الله ان شاء الله. والله هواي تعلمت على هذا الحادثة الإرهابية لليوم سوى ذول الأبطال، نساء أطفال شيوخ راحوا بها الله يرحمهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن شاء الله. جزاهم الله عند الله. نعم تحياتنا لك أخي الكريم. بارك الله فيك. بارك الله فيك وبارك الله بهذا الصوت الجميل. هؤلاء الأحرار بالعالم،
هؤلاء هذا صوت الأحرار، هيك بيكون صوت الحر، هيك بيكون صوت المسلم الشريف الحر بهذا العالم. صحيح. الخزي والعار، الخزي والعار للعملاء، الخزي والعار لكل واحد سوري بيشمت ببلده، الخزي والعار إلك وإلى مزابل التاريخ، وإذا قبلتك مزابل التاريخ. أكبر عار عندهم لما يودون جرحاهم للإسرائيل، هذا القدة السرطانية يعالجوهم ويفتخرون، يفتخرون بهذا العمل النجس اللي هم يسووه. كل الإمبريالية يساعدهم، كل الإرهابية يساعدهم، بس بعون الله ما يقدرون أي شيء يسوونه، إحنا المنصورين إن شاء الله في النهاية. إن شاء الله. يرونا بعيدا المنصورين. إحنا المنصورين إن شاء الله. إن شاء الله بفضل هذه الدماء الزكية اللي انهارت اليوم على أرض الوطن. هذه الدماء الزكية ما بتروح سدى إن شاء الله. الأبطال اليوم بإذن الله حيكون الرد صاعان بإذن الله. عن قريب إن شاء الله. فضل أبو إبراهيم مؤمن. فضل وأني أستفيد منكم. أبو إبراهيم. لبين ما أبو إبراهيم يجي، اللي كاتبين بالكومنتات أنه كيف دخلوا وما دخلوا، يا ابن الذين آمنوا هدول مسيرات، المسيرات بيجي بتوصل الاستطاعة توصل 150 كيلو، إذا بدهم يطلعوها من 150 كيلو في أكتر كمان بكتير كمان. فاللي ما بيفهم بهالمواضيع ما يجي يتفلسفوني على الجست وما عنده علم ولا خلفية عسكرية. الدرونات صارت بتوصل من دول لدول أخرى يا حمير. صحيح، بآلاف الكيلومترات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حاب أرجيكم شيء بيضغط البشرية كلها من القيادة الحكيمة تبعنا. هذا العلم نايك ربكم بشار ونايك سرالت. روح يا ابن الكلب روح. أبو شرفك عرصة. كلهم سائرين إلى مذابل التاريخ. روح أنت وعلمك، علم الانتداب. انت ذليل لفرنسا، انت من اذناب الفرنسيين يا كلب، ارهابي واطي حقير، مذلول، مذلول عند الاوروبيين يا كلب. العالم لا عندهم كرامه ولا اخلاق، كل من يبيع وطنه للاجانب أوسخ ما أدري شنو يوصفونه بالعربي، بس هو أعرف هو وسخ ابن وسخ، كل من يبيع وطنه وسخ ابن وسخ، خاين ابن خاين، حرام زادة بفارسي ميقان حرام زادة أولاد الزنهم. نعم أضرب إلى مزابل التاريخ إن شاء الله. بفضل هالدماء نحن مننتصر. الانتصارات بدها دماء وبدها تضحيات، ما بدها هروب الى الخارج. كلب كسع عليك. خب انا من رخصتكم اترخص وسامحوني باللغه العربيه مو هلقد يعني. حبيب انت بتشرف، تحياتنا لك القيادي بطهران. الله يسلمكم، والقيادة السورية البطل الله يحفظكم. شكرا حبيب القلب، أهلا فيك، نورتنا. أنا في سوريا الأبطال الشرفاء. شكرا، نورتنا وشرفتنا أخي، نورتنا وشرفتنا. وعطول بتنورنا وبتشرفنا. باحترام كل الحب، الكل كل الحب والتحية والإجلال والإكرام. تحياتنا لك، نحن تحياتنا لك حبيب القلب، أنت نورت اللايف اليوم. أنا أتابعكم من وراء. تحياتنا لك ولهذه العواطف النبيلة. الله يسلمكم. الله شكرا يحفظكم. شكرا لك لهذه العواطف النبيلة. شكرا لك، شكرا للأحرار أينما وجدوا. الله يسلمكم، الله يحفظكم حبيب القلب. أبو الخضر. نعم. بدل الكنز، مش عم شوف تعليقات يا أبو الخضر، روح بدلها دقيقة بحياتك، مش عم شوفها شو عم يعلقوا. يا سهلا بالخال تايم، حبيب القلب خال تايم. ياتي يا عبد الحليم خرا، مين قتلهم هدول شهداء هدول؟
يا ابن العهره، مين قتلهم؟ بطلب عامل لي حالك شريف مكي هون بغير بس تروح تتدلل، تمام؟ إن عليك وين عن اللي خلفك وين عن كل واحد ابن عهرة يقول أنا معارض. رحمي على شهدائنا، عاشت سوريا الأسد، عاشت المملكة السورية الأسدية. اليوم كان يوم نبارك لأهالينا، نبارك لكل أم، لكل أخت، لكل زوجة فقدت غالي عليها. اليوم كان يوم تباريك، ولا نعزي بل نبارك لأهالينا الشهداء. أتمنى يكون ما يكون أخطاء، ما يكون يطلع حدا على الجيستات. خلونا مناسبة، يعني اليوم يوم مقدس، سقوط كتير من أهالينا الشهداء على أرض سوريا. أتمنى اللي يطلع على الجيستات، ما بدنا أخطاء، ما بدنا نوقع. عم يريدوا يسحبونا لغير مكانات، ما حدا يتورط يغلط بطوائف بأديان. أتمنى رجاء خاص، ما بدنا، تمام؟ لحتى ما تعطي حبيب القلب منور داريوس يريدوا هن يسحبونا يا ابو خضر لمكان تاني. الشهيد عندنا نحن، يشرف حذاء الشهيد، يشرف قبر ابن تيميه وقبر كل الخونه الفطائس. لكن نتمنى نحن نكون نحن اوعى من هيك، ما بدنا يجرونا لمكان يا ابو خضر، يريدوا يجرونا، نحن اوعى من هيك. تحياتي للشرفاء والرحمة على شهدائنا. وهالأرض سوريا أرض طاهرة ومحتاجة ترتوي، ارتوت بأغلى دم، أطهر دم. هيدول الشهيد مكانه مكانة الأنبياء، مثله مثل الأنبياء الأكثر. لا شهيد هيدا تكبيس غوالي، تكبيس وتشير. الشهيد أغلى هم، يعني أنبل بني البشر، يعني مقامه مقام الأنبياء. ما بدنا نتمنى حدا يغلط، حدا يغلط غوالي، ما بدنا ننجر، يريدوا يجرونا لمتاهات أكتر، نحن أوعى منهم، أوعى منهم. هالأرض أرض سوريا الطاهرة، نبارك للأمهات، للأخوات، للبنات، للي فقدوا كل غالي عليهم. اليوم يوم مقدس عنا، الشهيد هو أقدس، أنا بالنسبة إلي أقدس من حتى الأنبياء. أنا رجل لا ديني، أقدس دم الشهيد، لأنه دم الشهيد مو رخيص. اتمنى من ابو التعليقات، انتوا اولاد العاهرات، اي تعليق، اي تعليق سيء راح انكح اخت اللي خلفك. هيدا الشهيد مقامه مقام ربك، مقامه مقام ربك. ويوم اللي بتغلط اختك بدينيكا، الشهيد هيدا حذائه بشرفك انت وربك ابن تيميه يا ابن القحبه، تمام؟ احترموا حالكم، بتضلوا بالبس محترمين. ما عجبك كس اختك انقلع من البس، اطلع خواتكم بدينيكا. ترى الشهيد انا عندي غالي، ها اخوات القحبه، تمام؟ تحياتي ابو خضر، عاشت المملكة السورية الاسدية. انتوا يا اخوات القحبة كس اخت خواتكم، قاعد داخلين مكانات يا ابو خضر، فرحانين فرحانين ومبسوطين وقتلوا فلان. ولك هيدا حذاء الشهيد بيشرف الهك وربك اللي بتعبده. بيطلع واحد كلب قال شو بيقول لي وزير الدفاع غادر من 20 دقيقة بعدين صار القصف، شو معناتها؟ روح الى انا ابوك اخو شرموطة، أنا أبوك من يوكي مين ما كنت تكون، حط لي علم لبنان على أساس أنه خلص، يعني كس أخته على أخت كل خائن. ولا أنا أبوك أخو شرموطة، نحن ما بنرحم حدا يا أبو خضر. وأنتوا رجعتوا دائما يا أبو خضر.